بيكم مرحبا بكل مستمعين اي اف ام، وشكرا على الاستضافه وشكرا على قبولك الدعوه. افيك بليزير. الدوامه قبل ما نبداو فما قانون البرنامج. اي باش نعطيك الورقه هذه وتقراها لي بصوتك، نستغلوا صوتك الاذاعي. اوكي ومن بعد نبداو البرنامج. بسم الله. إني الممضية أسفله السيدة عربية حمادي بالصادق أتعهد بأن أكون صريحة وجريئة وأجيب على كل الأسئلة وأن ألتزم بقواعد البرنامج وأن أكون صادقة وحريصة على حق المستمع في معرفة الحقيقة كاملة وأتحمل المسؤولية كاملة فيما أقول. عربية حمادي بالصادق تفضل. بعد ما صححت نقول لك مرحبا بيك في الدوامة. يعني الدوامة. البرنامج متاعنا أول فقرات نبدأ بها هي سألنا تونسي، نخرج للشارع التونسي ونسألو على ضيفي. سألنا على عربية حمادي. حسب رأيك التونسي شنو يحبوا يعرفوا عليك؟ يحبوا يعرفوا عليا؟ والله هو التونسي فضولي، معناها ننتظر كل الأسئلة من كل الأنواع، معناها شخصية مهنية، ومستعدة للإجابة على كل الأسئلة، ما عندي حتى مشكل. الزوز أسئلة اللي تعاودوا بنسبة كبيرة فيهم الشخصي وفيهم المهني. السؤال المهني، وقتاش نرجع نشوفوك في التلفزة؟ والسؤال الشخصي، قديش عندك صغار؟ نبدأ بالشخصي. عندي بنوتة الله يحفظها ويحفظ صغيرتي، الناس الكل عايش خويا الله يحفظك. والمهني هو أنا موجودة في قناة كارتاج بلوس، ونورمالمون كنا باش ننطلقوا في البث من شهر ديسمبر، معناه من 2018، ولكن شافت الإدارة أنه المجموعة الكل تكون حاضرة، معناها جعفر والمسلسل والكل، ديكو مازالوا ما أعلنوش بالضبط وقتاش الانطلاق، أما نتصور باش تكون قريبة برشا. تونا ندخلوا في الأسئلة اللي حضرهم لك في الدوامة. تونا نبدأ الدوامة. أول مراحل عنا هي زون فيرت. زون فيرت. عربية حمادي، المعروف عليك اللي أنت مش راضي على المشهد الإعلامي ككل. أي سؤال لولاني نبدأ به، مسيرتك وخبرتك يسمحوا لك باش تقيم المشهد الإعلامي؟ هو للتصحيح السؤال، ما نجمش نقول مانيش راضي على المشهد الإعلامي ككل، بدليل اني انا بحذاك، يعني كان جيت انا مانيش راضي على المشهد ككل، راهو الدعوات اللي تجيني ما نمشي لهمش، انا مانيش راضيه. ان شاء الله نحافظوا على الراي هذا بعد الحصه. لا 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 ما فما حتى مشكله، هو احنا لهنا باش نتناقشوا، الاختلاف لا يفسد للودي قضيه. ممتاز. اما اللي حبيت نقوله انه مانيش راضي على جل المشهد الاعلامي، مش على كل المشهد الاعلامي. باه على 80% من المشهد الاعلامي؟ لا اقل، لا اقل، انخليت خربت، كان وصلنا ل 80%. هو شوف فما ناس تحب تسوق انه اللي ماشي في البلاد بريسك 80%، واللي انا نحكي عليهم 80%، اما هو مش صحيح. لا مش صحيح، معناتها يمكن نجمو نحكو على، لكن هذوما البرامج الاكثر استهلاك ولا الاكثر مشاهده ولا حتى انت تتبع فيهم البرامج هذه، اما ما يمثلوش 40، ما يمثلوش 80% من المشهد الاعلامي. كلامك صحيح، اما ما يمثلوش 80%. لا اما قلت يمكن انت مش راضي على 80%، مش نحكي كان على البرامج هذوكم. به سؤالي، خبرتي قلت لي مسيرتك وخبرتك يسمحوا لك باش تقيم المشهد الاعلامي؟ اي وبكل ثقه. اي علاش؟ على خاطر انا بديت المشهد الاعلامي من عام 2000، يعني 18 سنة. وكيف بديتوا؟ بديتوا لبرا في الخليج. ومش معناتها اني بديتوا لبرا يعني افضل من اني نبدا في تونس، لا، اما كي بديتوا لبرا بديتوا انا خاطر كي سافرت ما سافرتش مذيعة، انا سافرت في معناها مع شركة في عقد للاستشارات القانونية، فيوني انا عاملة دروا. ولكن انا كنت مغرومه برشا بالاعلام، وكان فما غاديكا عملوا كاستينج نتاع مذيعات اخبار، عديت نجحت. تعرف نحن شمال افريقيا الكل نتاقلموا مع اللغات مش نتاقلموا، لا، قراءه اخبار يعني عربيه فصحى، لكن نحن عندنا مخارج الحروف صحيحه، صح، يعني القاف قاف والجيم جيم وكل، على خلاف المشارق. اي مع طبعا احترامي ليهم. فكانت الانطلاقة في نشرة الأخبار، واللي عزز الخبرة هذه هي الدورات التدريبية.
أنا عملت برشة دورات تدريبية في معها في مراكز تدريبية كبيرة. نتصور أنه بعد 18 سنة إعلام وبعد دورات تدريبية في على كل الاختصاصات في كل الاختصاصات نجم ننقد. قديش تعطي المشهد الإعلامي اليوم على 10؟ الكل بشكل عام 6. عنده المعدل؟ اي لا عنده المعدل، قلت لك انا مش الكل، هو يسوق لانه هزوز ولا ثلاثه ولا اربعه برامج اللي كما انت قلت مشاهدين وفعلا عندهم نسبه مشاهده وكل انه هي هذاك هو الاعلام التونسي. مش هذاك ولا هك الاربع اسماء ولا خمسه اسماء اللي انا ديما نحكي عليهم، هذوكم هما الزملاء، مش هذوكم الزملاء، مش هذوكم برك معناها، فهمت؟ السؤال اللي بعده، هل أصبح الفيسبوك واليوتيوب هما الوسائل الإعلامية الوحيدة اللي تنجم تتحمل الكلام اللي تقوله عربية؟ أولا هو الفيسبوك إعلام موازي، أنا نجم نوصفه بالإعلام الموازي، والفيسبوك أو اليوتيوب هو المساحة الإعلامية أو النافذة الإعلامية اللي تنجم تتكلم فيها من غير قيود ومن غير حدود ومن غير مونتاج ومن غير قصان كلام، سورتو وقت اللي تبدأ في المباشر، يعني وقت اللي واحد يحل بث مباشر وهو عنده اسم والمفروض يتحمل مسؤوليته، معناها هو كل مواطن يتحمل مسؤوليته لأنه يعني نحن كنا سواسية قدام القانون، لكن كي يبدأ إنسان عنده تأثير اون كيلكو سورت معناها على عباده فما ناس تتبع فيه ففما مسؤولية، ألور وقت اللي أنت تحل النافذة الفيسبوكية هذه في اللايف فما مصداقيتك في الموضوع، فما عدد كبير من الناس تتبع فيه. لكن اليوم هل ما نلقاو كان يوتيوب وفيسبوك ينجم يتحمل الكلام اللي تقوله عربية؟ يعني انا نفهمك، لا نفهم سؤالك بطريقه اخرى، يعني انت تحب تقول هل انت ما لقيتيش نافذه اعلاميه اللي تنجمي تقولي فيها اللي قاعده تقولي فيه في فيسبوك؟ لا لا كان جيت نحب نقول السؤال بطريقه هذه نقوله بس بطريقه يحمل على هذا المعنى. اذا فهمت سؤالي انا، هل اليوم ما فماش حتى وسيلة إعلامية تنجم تحمل الطريقة اللي تقول بها أنت في الكلام؟ معناها كان جيت مثلا في إذاعة أخرى ولا في تلفزة تنجم تكون عندك رأي بالطريقة ذيك على البرامج الأخرى؟ هذا اللي قلته أنا تو، أنت معناها أنت قلت ما لقيتش. اي ما لقيتش، الور لقيت البديل هو الفيسبوك. اسمعني مش باش نختلفوا، مش مشكلة، المهم الإجابة واضح. ثم منابر إعلامية حرة، فما منابر إعلامية تبلغ، فما منابر إعلامية تنجم من خلالها أنك تتكلم، فما منابر إعلامية متعجبهمش طريقتي ممكن، ومش معناتها أنا كي نتكلم بالطريقة ذيك معناتها أنا صحيحة 100%. كل الآراء وكل ما يقال قابل للخطأ وقابل للصواب. إذا كان فما خطوط تحريرية، خاطر أنا أونتر بارونتيز ديما نسمع أنه الإعلام حر ومنابر إعلامية برشا وإلى آخره، راهو مش الفايدة في كثرة المنابر الإعلامية، الفايدة في أنه ما يكونش فما شكون يتحكم في الخطوط التحريرية. اليوم تحس المنابر الإعلامية والمشهد الإعلامي ما هوش حر؟ مش 100%، ما فماش الحرية المطلقة، ما فماش فما السنسرة؟ فما أباي طبعا فما، كيفاش ما فما سنسرة وفما سنسرة كبيرة وفما توجيه فما تحامل وفما تحامل فما تحامل ثم تحامل على بالأدلة ولا كلام مطلق؟ لا بالأدلة، هات نعطيك بالدليل. تفضل. نعطيك. تحب نذكر مواقف ولا نذكر القنوات اللي يساعدك؟ أوكي. خلينا ننطلقوا من القناة الوطنية مثلا. باه نعطيك زوز، وعلاش نبدأ بالقناة الوطنية؟ خاطر القناة الوطنية هي منبر المواطن التونسي بشكل عام، هي المرفق العمومي، فأعيب على الوطنية أكثر ما أعيب على الخاص، خاطر الخاص ديما نقول الله غالب يخدم على يخدم فما بعض المصالح يخدم شنو، لكن الوطنية لا. باه مثلا ما قيل على المعلمين والأساتذة دنيير مو، فما تصويرة تبرتاجت بشكل كبير محطوط فيه الراتب متاع الأستاذ ومتاع الإطار التربوي الأستاذ والمعلم. وقت اللي القناة الوطنية تجيب لك البروت ما تجيب لكش النات، معناه تقول لك راو الأستاذ يخلص في 1,500,000 وشوية بروت خام،
ايوه معطيني النات انا باش نعرف بالحق نقيم القدره الماديه نتاع الاستاذ والا الشهريه اللي هو يحب توا ويسوق على اساس انه هو يحب يزيد فيها. ما تعطينيش البرو تعطيني النات. ف لمصلحة من التلفزة الوطنية مثلا تعمل هذا؟ ما نواجهش اتهام لحتى حد. أما النجم نقول أنه فما زوز منصات ولا زوز أطراف في صراع، والصراع باين وواضح، هو الطرف الحكومي والطرف النقابي. ما يعني ما ناش باش نخبوا عين الشمس بالغرباء. واضح معناها كي تقول القناة الوطنية هي المرفق العمومي ولا القناة الحكومية، واضح المصلحة شكون؟ كهو كهو شوف دونك دونك لمصلحة الطرف الحاكم في البلاد. باهي. النقطة الثانية، وقت اللي أنا فما نجيب سياسي، طو أنت مثلا جبتني حكينا في الكوليس، لسألتك شنو ما الأسئلة، لشنية الموضوع، سألت على الكونسيبت، شنية الكونسيبت. صحيح. باهي. وما شاء الله عليك حضرت الكونسيبت زاد قبل ما وشفته في اليوتيوب. ونحييك على هذا. عايشك طبعا لازمني ناخذ فكرة عايش خويا. إن شاء الله تولي تسمعوا في الإذاعة ديريكت. من حسن خلقك إن شاء الله أكيد. وقت اللي أنت تجيب انفيتي وتحب تناقشه تناقشوا معناها بمستوى ما فيهوش إهانة. تنجم تختلف معايا وتنجم تنقدني وتنجم تقولي عربية أنت غلطة هنا وصحيحة هنا وما كاركش هنا، أما أنك أنت جايبني باش تهنتلني ولا أنت جايبني باش تضحك علي العباد، لا مش من حقك. فما هذا في برامجنا؟ فيه الهاشمي الحامدي وقت اللي جاء درنيرمون في قناة الوطنية والبوليميك اللي صارت. دكتور الهاشمي الحامدي دكتور، لا أنا ديما نذكر الاسم ونقول مع حفظ الألقاب، واللي يحب يلقب روحه باي لقب هو حر، دكتور امير سفير. فكرتك خاطر ما قلتش مع حفظ الالقاب، قلت خلينا نفكر اللي هو دكتور. اوكي مع حفظ الالقاب. مع حفظ الالقاب لكل الاسماء التي ستقال او ستذكر على لساني. وقت اللي نجيب انا سياسي نستخسر فيهم الالقاب به كم؟ لا مش نستخسر، لا تغير. كان نحب نستخسر تقول لك راني نستخسر، اما انا بالحق في كل مداخلاتي ديما نقول مع حفظ الالقاب. كي تجيب انت سياسي نختلف معاه، انا نختلف معاه وما تعجبنيش افكاره وما تعجبنيش ما يعجبنيش طرحه ما يعجبنيش مشروعه السياسي، ما نهنتلوش، ما نجيش نضحك على لهجته، ما نجيش نضحك على طريقة خطابه، نضحك على الخطاب أما الطريقة متاع الخطاب طريقة كلامه، نضحك على المضمون مش على الشكل، مش نضحك، كلمة نضحك بين قوسين يعني ننقد المضمون مش الشكل، ولا نقيم المضمون وليس الشكل. وقت اللي انت تجيب سياسي في واحنا داخلين على مرحلة انتخابية وداخلين على عراق انتخابي مش مرحلة انتخابية، وتقدموا للمشاهد التونسي بالطريقة هذيك في المرفق العمومي، لهنا نركز على المرفق العمومي اللي هو مرفق كل السياسيين على حد السواء وكل الأحزاب على حد السواء، فهذا لا يليق. هذه حاجة. أعطيتك المرفق الوطني أو المرفق العمومي، خلنا أعطيك الخاص. أعطيني الخاص ونقدمه وباختصار. كيف ننطلق من نقطة الأساتذة والهالعركة هذية ما بين الأساتذة، الطرف النقابي والطرف الحكومي. النار نار تغلي معناها في الشارع، الولي متغشش، الأستاذ متغشش، التلميذ متغشش، الوزير متغشش. أنت محمد اليوم تجيب فيديو دايرة في الفيسبوك وعاملة بوليميك كبيرة وعاملة نومبر دو فيو كبير، وكل متاع تلميذ صغيرون ضربوا المعلم اعتدى عليه بالعنف، كي تجيبهولي أنت وإحنا ضد وأنا أم. أنت أول سؤال طرحتوا عليه أنا أم معناها تهمني مصلحة بنتي. وقت اللي نجيبه أنا في البلاتو الفيديو هذه كنجيبها ونعلق عليها ونمررها نقول والله هذه إساءة، ولكن احنا رو يهمناش ضربوا المعلم ولا شكون ضربه، احنا يهمنا أنه الطفل هذاك تعرض للاعتداء. وقت اللي نجيب أنا الفيديو هذه في مرحلة حساسة ودقيقة ونقدمها على أساس أنه اعتدى المعلم على التلميذ، فأنا نأجش في النار. هذا صار في بلاتو مدام مريم بالقاضي مع حفظ الألقاب درنيير مو معنى في آخر ظهور. معناه أنت كانت تقول مثلا ما تجيبش الفيديو هذا اللي هو موجود واللي قدمته أنت قل دار برشا وكل، ما تعتبروش نوع ما السنسر أنت بيدك تمارسه؟ لا نجيبه أي. لكن ما نقدموش بإيحاء اني حسيت فما توجيه. طبعا هذاك اش قاعده نقول لك، انا قلت لك المشكله مش في انك تجيب الفيديو وتحكي عليه، ولكن احكي اعطي فرصه للاطراف الكل تفسر، ما تعطيش قراءتك انت المسقطه وتسقطها على عقليه الناس، خاطر راهو الاعلامي المشاهد يتاثر. صحيح. به نقعد في التعليم اللي هو موضوع يستفزك برشا عربي. به في واحد من تدويناتك على فيسبوك بتاريخ 28 جانفي قلت لا تعليم لا أعلام أجيال ماشية القدام وتحية تونس. صحيح. شين نجم نستنجو من هذا؟ تحية تونس هي على الاسم اللي اغتصبه، وأعي ما أقول
اغتصبوا حزب السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لأنه الكلمة هذه هي شعار حق الناس الكل. شو معناتها؟ معناتها أنا إذا كان منيش تابعة الائتلاف اللي توا ولا اسمه تحية تونس، معاش نجم نقول كلمة تحية تونس، أو أني إذا بمجرد أني قلت كلمة تحية تونس أوتوماتيكمون أنا تابعة الحزب ذاك، فهو اغتصاب لشعار تونسي. دودو، لا اعلام ولا تعليم. ولا تعليم واجيال ماشيه للقدام، تعليم منهار، لانه ما يحارب ليس الاستاذ فقط، قاعده تحارب منظومه تعليميه كامله، المنظومه التعليميه العموميه، والكلنا شامين ريحه الخوصصه، وهذه نقولها باحتراز لانه ما عنديش ما يثبت، واللي اذا حاجه عندي معناها ما عنديش دلائلها القطعيه يعني الملموسه ديما اسوقها باحتراز. الاعلام هاك تشوف، بون ما نقولش هاك تشوف خاطر هكاك باش ناخذ رايك، اما انا فوالا انا هاني نشوف انه خويا شنو اللي قاعده نشوف فيه اعلاميا في هالبرامج اللي عندها نسبة مشاهدة عالية. باختصار، نعم أم لا نجم نشوفوك يوم من الأيام في تحية تونس؟ مستحيل. كحزب تحكي حزب لا، هنا جدمو خاطر فما جدمو كأنك على تونس فتحية تونس مش مرة مليون مرة، وكأنك على الحزب مستحيل. أنا ماني متابعة حتى حزب. واضح، كملنا البارتي الأولانية الفيرت. الفيرت ندخلوا الصعيب تو، دام زلنا في تو باش نمشيو للرومانسي اكثر منه. اوكي، لكن قبلها ناخذ فاصل.